السيارات سريعا بقى، احنا عندنا كنا توقعنا في نهاية العام الماضي انخفاض في أسعار السيارات. واضح انه مع بداية العام بدأت انخفاضات نتيجة بقى ان الجمارك على العربيات التركي بقت زيرو، وبالتالي انخفاض، وايضا انخفاض الدولار، في جمارك اتشالت تماما من على بعض السيارات. فيعني الحقيقة ان في اسباب كتيرة جدا لانخفاض اسعار السيارات. معي على الهاتف الاستاذ محمد شتا، متحدث باسم خليها تصدي. استاذ محمد مساء الخير، رصدكم للسوق ايه؟ مساء النور يا استاذه لميس، واهلا بيكي وبالساده المشاهدين الكرام. السوق حضرتك التخفيضات اللي حصلت دي تخفيضات هزليه جدا ولا تعكس انخفاض الدولار. الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه من بتوع رابطه التجار ورابطه المصنعين وشعبه السيارات وممثلي الامك، كل ده حضرتك يقول لك ده تخفيض دولار، ده مش تخفيض دولار. بدليل، والموضوع بسيط جدا، بدليل ان في تلاقي عربيه مثلا ثمنها الفئه بتاعتها 300,000 من نفس الموديل، يعني الفئه بتاعت ال 300,000 تنزل 30,000، يعني مثلا 10%، والمفروض في الحاله دي لو هو تخفيض دولار يبقى نفس النسبه على كل الفئات الثانيه. تلاقي حضرتك الفئه ام 400,000 مش نازله غير 25,000، وتلاقي الفئه اللي ب 500,000 اللي المفروض تنزل 50,000 تلاقيهم منزلينها بس 30 ولا 25,000. وده دليل يدل لحضرتك ان للاسف القائمين على ملف السيارات في القطاع الخاص لم يتعلموا الدرس من بدايه 2019 لغايه النهارده، وما زالوا بيحاولوا يلفوا ويضحكوا على المستهلك المصري. والمستهلك المصري خلاص يعني الامور بالنسبه له بقت واضحه جدا، هو مش هيتنازل عن عربيه بالسعر العادل والمواصفات الامان والسلامه العالميه، بدليل ان كل الناس دلوقتي على كل جروبات السيارات اول حاجه بيسالوا عليها العربيه دي فيها اي اس بي اللي هو الالكترونيك ستابيليتي والاير باجز وكل حاجه. مظبوط. طب ده حضرتك الاير باج ده حضرتك بقى ستاندرد خلاص في كل العربيات. مزبوط. واحنا قلنا ما حدش يشتري عربيه غير لما يبقى فيها 6 اير باج، لسبب ان 6 اير باج معنى كده ان العربيه فيها 2 اير باج قدام زائد الـ2 اير باج بتوع الجنب بتوع الكرسي زائد السايد اير باج او الكيرتن اير باج اللي هو بيحمي الركاب اللي ورا. فاي حد خايف على عيلته وعلى اسرته وعلى على اولاده اللي بيقعدوا على الكنبه الورانيه او والدته او اي حد، لو تنازل عن الـ6 اير باج معنى كده ان هو مش فارق معاه في حاله حادث، اللي قاعدين ورا على الكنبه الورانيه يحصل لهم حاجه ولا لا. والحمد لله المستهلك المصري وال 2 مليون و250 الف عضو في حمله خليها تصدي، الحمد لله بقى عندهم وعي كافي ان هم فعلا لن يتنازلوا ورفضوا فكره ان هم يشتروا عربيات بدون عوامل امان. طيب. الاير باج خليك معايا يا، وبالتالي طبعا التخفيضات انت شايفها التخفيضات مش يعني هامشيه. طب خليك معايا يا استاذ شتا، انا معايا الاستاذ خالد سعد امين عام رابطه السيارات. استاذ خالد، استاذ شتا شايف ان ما يحدث في سوق السيارات هو تخفيضات هامشيه جدا، انت شايف السوق ازاي؟ هل هذه تخفيضات حقيقيه نتيجه خفض سعر الجمارك نتيجه الدولار ولا ايه؟ طبعا يا فندم مساء الخير. اولا طبعا التخفيضات اللي موجوده حاليا دلوقتي دي تخفيضات نابعه من ما اللي حصل من التخفيضات الجمركيه اللي طرقت على السيارات اللي جايه من تركيا. وبالنسبه لموضوع الدولار، والدليل على كده حضرتك ان نسبه الخصم اللي متوفره دلوقتي في السوق المصري تتراوح من 8 ل 10%، وقيمه التخفيض اللي حصل بالفعل على سعر العمله من 2019 لنهايه 2019. وزيرو الجمارك اللي حصل على عربيات التوب، والمنافسه الموجوده دلوقتي حاليا هي اللي ساعدت، كل العوامل دي هي اللي ساعدت على النسب الانخفاض قد ايه يا استاذ خالد؟ يعني ماشي التركي انخفض اكيد لانه خلاص ما فيش جمارك، لكن احنا بنتكلم على مثلا الاوروبي، اخبار الاوروبي خلاص كمان زيرو جمارك. فضل زيرو جمارك، كل السمات الاخرى الغير اوروبي وتركي حضرتك بتتراوح نسبه الخصم او نسبه اللي نزلت في السوق المصري من حوالي من 8 ل 10%. من 8 ل 10%. طب والياباني بقى؟ ما بقول لحضرتك هو مش كل الناس نزلت اسعار، هي كل النسب اللي الناس اللي نزلت هي نزلت قيمه الدولار اللي نزل اعتبارا من يناير لغايه نهايه ديسمبر 2019 هي نسبه الخصم اللي حصلت في الدولار اللي هو حوالي 8%.
هي دي نسبه الخصم اللي طلعت على كل المنتجات الموجوده دلوقتي، اللي كل الناس اللي كل الشركات بتعلن عنها متلاحقا. يعني دلوقتي كل الشركات بتعلن كل يوم والتاني بتلاقي شركه بتعلن عن اسعار جديده. دي بسبب موضوع الدولار وموضوع انخفاض العمله. انت عارف حضرتك اللي سايق السوق او اللي سايق المنتجات المستورده هي الدولار، هي العمله. طب ليه في احساس ان انتوا كان ممكن تخفضوا اكتر، ان ممكن التخفيض يكون اكبر من كده؟ وخلي بال حضرتك احنا زينا ما بتمشيش بالاحاسيس، يا دينا بتمشي بالارقام والقيم، واحنا دوله مؤسسات. يعني احنا اكيد علينا نتابع علينا، لكن هي مش قصه ان كل واحد يقول لك انا ده ما بيخفضوش، ده بيخفضوا على مزاجهم. الكلام ده كلام غير علمي، واحنا طبعا لازم حضرتك نيجي بالارقام ونتكلم. مش هنتكلم كلام كده جهزهوني او كلام كده من غير ما لهوش اي مرجع، لازم نتكلم بمواجع ولازم نتكلم بارقام مدروسه. لان زي ما قلت لحضرتك في البدايه احنا دوله مؤسسات، احنا بنتراجع سواء من الجمارك سواء من الرقابه سواء من وزاره الماليه سواء من الضرائب، كل ده حضرتك بيطلع بيه اوراق ومستندات مش ارقام. طب استاذ شتا، انت سامع الاستاذ خالد بيقول والله يا جماعه احنا بالارقام، يعني نزلنا من 8 ل 10% دي نسبه انخفاض سعر الدولار وانخفاض سعر الجمارك، وهو ده التقييم اللي عندنا، وحدث الانخفاض بالفعل، واحنا كل يوم فعلا بنشوف شركات السيارات والوكلاء بيتكلموا على تخفيضات. انتوا ليه برضو شايفينها لا تكفي؟ شوفي يا استاذ رميس، شركات العربيات معظمهم يعني على مدار ال 12 شهر اللي فاتوا كلهم ابتدوا ينزلوا، عملوا يعني كل شركه من تخفيضين لثلاثه، في بعض الشركات خفضت اربع مرات، ومع ذلك برضو لسه ما رجعوش للسعر العادل. ما فيش لغايه النهارده ولا شركه اثبتت باليقين ان هامش الربح بتاعهم لا يتعدى 10% زيهم زي الشركه الام، زيهم زي كل التوكيلات في الخليج وفي كل الدول الاوروبيه، وهم رافضين ان هم يطلعوا يتكلموا في الاعلام. ما فيش ولا وكيل بيطلع يتكلم في الاعلام لسبب ان هم عارفين ان اي كلمه هتتقال غلط منهم هيتم محاسبتهم من الشركه الام. ده رقم واحد. بالنسبه للكلام العلمي حضرتك، احنا على مدار ال 20 30 سنه اللي فاتوا دول احنا وصلنا للاسف عن طريق حمايه ما يسمى بصناعه تجميع السيارات في مصر، وصلنا لاعلى معدلات اسعار عربيات سواء بالنسبه للتجميع المحلي في مصر او بالنسبه للعربيات المستورده على مستوى العالم. وده كان الهدف منه، ان هذه الشركات جت من 20 30 سنه واوهمت الحكومه ان هم هيعملوا مصر القاعده التصديريه الاولى لدول افريقيا ودول الشرق الاوسط بالنسبه للسيارات. اللي حصل على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا ان ما فيش ولا عربيه ملاكي تم تصديرها تصدير تجاري، وقامت دول اخرى زي المغرب طبعا بقت هي رقم واحد في التصدير بقى حتى قبل جنوب افريقيا، وكل المنتجات دي ما انت فجاه بقى السوق المحلي عندك بيستوعب وبياخد، فالناس ما بتصدرش. مش بس كده يا فندم، احنا حضرتك كمان عندنا عاصمه اداريه جديده وعندنا شبكه بالزبط. طرق جديده. احنا المفروض اول حاجه حضرتك لو تتذكري من في شهر مارس 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش، وده اعتقد ان هو كان له طيب. علاقه علشان في هذا الوقت. ولكن حاجه مهمه جدا بمناسبه دوله المؤسسات اللي الضيف الاخر كان بيتكلم عليها، دوله المؤسسات دي بالفعل ابتدت تراقب السوق بعد حمله خليه الصبي، وابتدت تسمع طيب. ايه اللي احنا بنقوله. وجي رئيس الوزراء في شهر 8 وامر بتشكيل لجنه لمراقبه وضبط الاسعار السيارات. طيب عشان وقت يا استاذ شتا، استاذ خالد تحب ترد على الكلام ده؟ اتفضل. والله بص حضرتك طبعا احنا بودك مشكله هو دودك عشان هو ده لا وعي المعلومة. احنا بنتكلم على ان السياسة اللي بنشتغل بيها احنا دخلنا في تفاصيل تانية اخرى بعيد عن المبدأ او مبدئين عن السؤال اللي احنا بنتكلم فيه، وهو الاسعار والانخفاضات. احنا ما دخلناش في الانتاج المحلي والسيارات، احنا بنتكلم على معلومة واحدة هي السيارات والسوق المصري. ريح فين؟ احنا ان شاء الله السوق المصري متجه اتجاه جيد جدا جدا، امتياز، لان احنا رايحين. يا استاذ خالد طيب الخط قطع. عموما الأسعار بتنزل، أسعار السيارات بتنخفض، البعض بيرى أن الانخفاضات دي مش كفاية، لكن هناك انخفاضات في أسعار السيارات. بشكرك أستاذ محمد شتا، بشكرك أستاذ خالد سعد أمين عام رابطة السيارات.